السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة سيكشن 2. احنا خدنا طبعا في سيكشن 1 الـ Ideal Transformer، وعرفنا ايه هي فكرة عمل الترانسفورمر، وايه هو الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر، وايه هي انواع الترانسفورمر، وانا ايه هي الافكار او ايه هي الاربع كونسبت اللي انا بنيت عليهم الـ Ideal Transformer. الاربعة خلينا نتذكرهم كده مع بعض، المين يعني كاتيجوريز اللي احنا اهملناها في الـ Ideal Transformer. ان احنا قلنا ان مفيش كبر لوسز سواء في البرايمري او في السكندري. طبعا احنا عارفين ان الترانسفورمر يعني في الملف بتاع البرايمري ليه ريزيستنس، والملف بتاع السكندري ليه ريزيستنس. فانا قلت في الايديال ترانسفورمر خلاص الريزيستنس دي انا ههملها. تاني حاجه اهملتها هو الليكج فلوكس. طبعا الفلوكس كله، مش الفلوكس اللي قلت كله، هو بيقطع ملفات البرايمري والسكندري في نفس الوقت. لا، في شويه فلوكس اكيد هيربوا قطعوا البرايمري بس او قطعوا السكندري بس، دوت الفلوكس اللي انا مش مستفيده منه، وده طبعا عمل لي لوسز. اهملت اللوسز اللي هي ناتجه عن الليكج فلوكس. تالت حاجه اهملتها ان انا قلت اكيد الكور الحديد دوت من ماده موصله للكهرباء، يبقى اكيد هي كمان ليها ريزيستنس، يبقى اكيد هيحصل فيها هيتنج هي كمان، يبقى اكيد فيه اكيد في هيتنج باور لوسز يعني نتيجه الايدي كارنت. اهملت الايرن لوسز اللي موجوده، واهملت الريزيستنس بتاعت ايه بتاعت الكور. رابع حاجه اهملتها هي ان انا قلت ان الكور دوت مصنوع من الماده، البرميابيليتي بتاعتها، السماحيه بتاعتها بانفينيتي، يعني مش محتاجه حاجه اسمها ماجنتايزيشن كارنت اللي هو ينشئ لي الميوتشوال فلوكس، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. تمام، دول الاربعه كونسبت اللي انا اهملتهم في الايديال ترانسفورمر. في البراكتيكال ترانسفورمر بقى طبعا الكلام دوت ما بيحصلش، يعني مفيش اي ملفات ملهاش ريزيستنس، ومفيش كور ملهوش ريزيستنس، ومفيش فلوكس كله قطع البرايمري والسكندري في نفس الوقت وما حصلش ليكج ليه. طبعا في البراكتيكال ترانسفورمر المفروض ان احنا نوجد سيركت تعبر لي عن المشاكل اللي واجهتني في الايديال ترانسفورمر اللي انا اهملتها فيه. تمام كده، يبقى انا دلوقتي في البراكتيكال ترانسفورمر عايزه ايه؟ السورس طبعا انا بسلطه على الملفات بتاعه البرايمري، يبقى عايزه قبل الايديال ترانسفورمر دوت اعمل ريبريزنتيشن او ريبريزنت، امثل المشاكل اللي موجوده في البرايمري والكور، وامثل اللوسز اللي حصلت فيهم بسيركت كهربيه. تمام كده، وبعد كده يبقى عندي الايديال ترانسفورمر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، وبعد كده امثل سيركت برده كهربيه، اوجد المشاكل بتاعه السكندري وايندنج او السكندري لوسز اللي موجوده في ترانسفورمر. وبعد كده طبعا ملفات السكندري هي بتتوصل باللود. فعلشان ابدا ان انا ادرس موديل كامل او ايكويفالنت سيركت كامله للبراكتيكال ترانسفورمر، لازم اوجد طبعا السيركت اللي تعبر لي عن البرايمري لوسز والكور لوسز والسكندري لوسز والحاجه دي كلها. فنمسك المشاكل بتاعت اللي احنا املناها في الايدل ترانسفورمر، او المشاكل اللي موجوده في البراكتيكال ترانسفورمر، واحده واحده، ونشوف هنمثلها ازاي في السيركت بتاعت البراكتيكال ترانسفورمر. اول حاجه احنا قلنا ان الكور دوت في الايدل ترانسفورمر البرميابيليتي بتاعته بانفينيتي. هو طبعا اي كور ليه يعني قيمه للسماحيه المغناطيسيه بتاعته. السماحيه المغناطيسيه ديت هي اللي دي بتبدا ان هي تنشئ لي او بتكريت الميوتشوال فلوكس اللي بيمشي في الكور بتاعي. تمام كده، يعني كده الترانسفورمر دوت او الكور بيحتاج حاجه اسمها ماجنتايزيشن كارنت. الماجنتايزيشن كارنت دوت هعبروا عليه بالسيمبل اللي هو اسمه اي ام. هنتفق اتفاق كده وخليه كونسبت ثابت معايا. اي هيتنج لوسز هعبر عليها بريزيستنس، لاي هيتنج لوسز بيحصل باور لوسز اللي هي بتبقى عباره عن اي تربيع في ار. في اي هيتنج يحصل في ملفات او يحصل في كور هنمثله بريزيستنس. لكن اي حاجه هتبدا ان هي تنشئ فلوكس، الفلوكس على سن ينشا بيبقى محتاج رياكتيف باور. تمام كده، الرياكتيف باور بتنشا من ايه؟ بتنشا من كويل او رياكتنس. تمام كده، فانا علشان انشئ دلوقتي ايه الميوتشوال فلوكس، يبقى انا كده محتاجه رياكتيف باور، يبقى انا محتاجه رياكتنس. تمام كده، رياكتنس همثلها اسمها اكس ام، دي هتبقى الرياكتنس بتاعت الكور نتيجة ان ليه قيمة للسماحية او البريميابيلتي. تمام كده، وطبيعي ان طبعا اي تيار هيمشي في الكويل او الرياكتنس ديت، اكيد التيار دوت هيبقى لاج الفولت بزاوية 90. فلو حبيت ان انا ارسم الفيزور دايجرام هلاقي ان الفي واحد الريفرنس بالنسبة لي، الاي ام هيبقى لاج الفولت اللي اسمه في واحد بزاوية 90 درجة. تمام كده، يبقى دي اول مشكلة في الكور انا حلتها. طب تاني مشكلة في الكور، تاني مشكلة في الكور
الكور ان الكور دوت ليه ريزيستنس اكيد، لان هو ماده موصله للكهرباء، تمام كده، ليه ريزيستنس، يبقى بيحصل عليه هيتنج، يبقى اكيد ما ينفعش ان انا اهمل الايدي كارنت اللي بتحصل فيه والهستريسيس لوسز اللي بتحصل فيه، يبقى هعمل موديل لل الايدي كارنت والهستريسيس لوسز ديت بان هي بيو ريزيستنس، هسميها ار سي، هتبقى برضو ان بارلل مع الاكس ام اللي احنا لسه ايه واخدينها، وهتبقى طبعا اي تيار بيمشي في ريزيستنس اكيد بيبقى ان فيز مع الفولت اللي متسلط على الريزيستنس ديت. يبقى يبقى انا كده بدات ان انا امثل ايكوفالنت سيركت للمشاكل بتاعه الكور في البراكتيكال ترانسفورمر، تمام كده. طيب اتنو لود بقى، في النولود هل الاوتبوت كارنت او الباور اللي بياخدها ترانسفورمر هي من السبلاي يعني هي زيرو ولا ليها قيمه؟ طيب خلينا نشوف ات نولود ايه اللي هيحصل. ات نولود طبعا مفيش السيركت بتاعه السكندري ديت مفتوحه، تمام كده، يعني مفيش تيار اي 2، يبقى بالتالي هنا مفيش تيار اي 2 داش، لو عملت له ريفيرنج يعني للبرايمري، وهنعرف يعني ايه دلوقتي ريفيرنج، تمام كده، يبقى مفيش اي 2، يبقى مفيش تيار هيمشي لللود. بس هل هيبقى في تيار خارج من السبلاي ولا لا؟ اكيد هيبقى في تيار خارج للسبلاي بس رايح يغذي اللوسز اللي موجوده في الكور، يعني التيار اللي انا هسحبه من السبلاي اللي اسمه اي 1 هيروح يغذي اي نود اللي انا هسميه اللي هو مجموعه التيارين اللي هو اي سي اللي ماشي في الريزيستنس والاي ام اللي ماشي في الرياكتنس. الفيكتور بتاعهم طبعا هسميه يعني مجموعهم هما الاثنين وهجمعهم فيكتور، لان ده طبعا ار سي ده ريال وجي اكس ام ده ايماجينري، يبقى الاي نود دوت هيبقى ليه قيمه وزاويه، هيبدا ان هو يتسحب من السبلاي، يبقى السبلاي دلوقتي بالنسبه لي هيغذي اللوسز بتاعه الكور لوسز، تمام كده. يبقى هيسحب اي نوت من السبلاي، واي نوت دوت اللي هو النو لود كارنت، هسميه النو لود كارنت، تمام كده. هيبدا ان هو يبقى بيساوي جذر الاي ام تربيع زائد الاي سي تربيع، لو حد عايز يعرف جت منين اي ام تربيع زائد اي سي تربيع، هما اتنين فيكتور اهوت، اي سي ان فيز مع الفولت، واي ام لاج الفولت بزاويه 90. لو احنا قفلنا كده المستطيل دوت يبقى اكيد المجموع اللي الضلعين دول هو الوتر بتاع المستطيل، والوتر ده بجيبه ازاي؟ بجيبه لو انا الاي سي دوت نقلتها هنا، يبقى هجيب الوتر بتاع المثلث اللي هو جذر الاي ام تربيع زائد الاي سي تربيع، كلها رياضه ما فيهاش اي حاجه، تمام كده. هيطلع لك ماجنتيود الاي نود او النو لود كارنت. طيب لو عايز اجيب الزاويه، الزاويه هي الزاويه ما بين الاي نود، يعني الزاويه بتاعه التيار هي الزاويه ما بين اللي عملتها التيار مع الريفرنس، الريفرنس بالنسبه لي هو الفي 1، تمام كده، يبقى هي الزاويه ما بين الفي 1 والاي نود، تمام كده. يبقى الاي نود دوت هيبدا ان هو بيبقى بيساوي ماجنيتيود الاي نود على زاويه سيتا نود. هتقولي دلوقتي ليه انت حطيتي سالب هنا في سيتا نود؟ لان احنا اتفقنا ان التيار بيبقى لاج الاي نود، هيبقى يبدا ان هو يبقى لاج الفولت اللي هو اللي اسمه في 1 بزاويه فاي، وزاويه اللاج بتبقى بالسالب، يعني مفيش محدش يجي يكتب الزاويه ديت بالموجب، لان على طول اللوسز اللي موجوده فيه او يعني الموديل بتاع الكور بتاع ترانسفورمر هيبقى عباره عن الار سي والاكس ام على طول، يعني هيبقى لاج على طول، يعني مش هيبقى ليد خالص لان مفيش هنا كاباستنس اصلا، تمام كده. يبقى السالب دي هتبدا ان هي تبقى موجوده على طول. طيب لو عايز اجيب الاي سي، لو عايز تجيب الاي سي دوت، اعمل مسقط كده على الاي نوت، اعمل مسقط على الريفرنس بتاعك اللي اسمه في 1 هيديك الاي نوت كوزاين سيتا 1، ولو عايز تجيب الاي ام هتبقى بتساوي اي نوت ساين سيتا 1. يبقى ات نو لود الباور اللي هتتسحب من السبلاي هسميها اس نوت او اس النولود يعني باور، هتبقى بتساوي الفي 1 في الاي نود، تمام كده. لو عايز تحسب الاكتف باور هتبقى في الاكتف باور هي اللي استهلكت في الريزيستنس، يبقى هتبقى عباره عن الفولت في التيار اللي ماشي في الريزيستنس اللي هو اسمه اي سي، يبقى في 1 في اي سي. لو انت عايز تفك الاي سي دوت تبقى اي نود كوزاين سيتا نود، او عايز تحسبها بالريزيستنس لو عندك الريزيستنس بتاعه الكور، اي سي تبقى الباور اللي هتتسحب من السبلاي هتبقى بتساوي اي سي تربيع في الار سي. طبعا يعني بتختار انهي قانون ان انت تستخدمه على حسب المعطيات بتاعه المساله، يعني ما تجيش مساله مش مديلك فيها الريزيستنس بتاعه الكور وتقول انا عايز استخدم عايز اجيب الباور بتساوي الاي سي تربيع في ار سي. طب ما انت ما عندكش الريزيستنس، ممكن يبقى عندك الفي 1، ممكن يبقى عندك الاي سي 1، الاي سي
تمام كده. فعلى حسب المعطيات بتاعت المساله بتبدا ان انت تستخدم القوانين. لو انت عايز تجيب الرياكتيف باور هتبقى برضو بتساوي الرياكتيف باور ديت اللي هي الفولت في التيار اللي ماشي في الرياكتنس، يبقى الفي واحد في الاي ام، او لو عايز تجيبها بدلاله الاكس ام تبقى اي ام تربيع في اكس ام، او لو عايز تفك الاي ام ديت تبقى اي نوت ساين سيتا نوت. تمام كده. يبقى انا دلوقتي عرفت عملت ريبريزنتيشن او عملت موديل يمثل لي الكور، وعرفت اتنو لود ايه هو التيار وايه هو الباور اللي هتتسحب من السبلاي. طبعا الاوتبوت باور هتبقى بزيرو، تمام، لان الباور اللي احنا بنتكلم عليها دي مش باور اوتبوت، لا دي باور اتنو لود، دي باور لوسس اللي حصلت نتيجه وجود الكور بتاع الترانسفورمر. ثالث مشكله عندي، نرجع بقى لمشاكل البراكتيكال ترانسفورمر، ثالث مشكله ان انا اكيد عندي كوبر لوسز. يعني ايه عندي كوبر لوسز؟ يعني اكيد الملفات بتاعه البرايمري والملفات بتاعه السكندري ليهم ريزيستنس، يبقى اكيد بيحصل عليهم هيتنج، يبقى اكيد بيحصل عليهم باور لوسز اللي هي بتمثل لك اي تربيع في ار. فامثل الريزيستنس بتاعه البرايمري وايندنج بار 1، وامثل الريزيستنس بتاعه السكندري وايندنج بار 2. تمام كده، دي ما فيهاش اي مشكله. رابع مشكله بقى هو مشكله الليكج فلوكس. طب خلينا نفهم الاول ايه هو الليكج فلوكس، او دوت نتيجه ايه. احنا اتفقنا في السكشن المره اللي فاتت ان احنا الفولت هيبدا ان هو يمر في الملفات البرايمري فهينشئ تيار، التيار دوت هيبدا ينشئ فلوكس، الفلوكس دوت المفروض ان هو يروح يقطع ملفات السكندري ويقطع ملفات البرايمري ات ذا سيم تايم. دوت الفلوكس اللي انا بستفيد منه، الفلوكس اللي انا بستفيد منه هو الفلوكس اللي يقطع ملفات البرايمري ويقطع ملفات السكندري ات ذا سيم تايم. بس هل كل الفلوكس اللي انشاه التيار بتاع اي بي دوت او اي واحد قطع ملفات السكندري والبرايمري ات ذا سيم تايم؟ لا، اكيد كان في شويه ليكج فلوكس قطعوا ملفات البرايمري بس ما راحوش قطعوا ملفات السكندري، والفلوكس دوت بالنسبه لي انا ما همنيش في حاجه او ما استفدتش منه بحاجه لان هو مش ميوتشوال فلوكس. تمام كده، فالفلوكس دوت يعتبر بالنسبه لي ليكج فلوكس مش مستفيده منه. واحنا اتفقنا ان اي فلوكس او اي لوسز نتيجه فلوكس نبدا ان احنا نمثلها بايه؟ برياكتنس. تمام كده، يبقى اكيد هيحصل ليكج فلوكس في الملفات بتاعه البرايمري وهيحصل ليكج فلوكس برده في الملفات بتاعه السكندري. يبقى امثل الملفات بتاعه البرايمري الليكج اللي حصل في الملفات بتاعه البرايمري برياكتنس، هسميها اكس 1، وهمثل الليكج اللي حصل في الملفات بتاع السكندري برياكتنس برده هسميها اكس 2. يبقى دلوقتي عايزين نبص بقى على الموديل التوتال بتاعه الاكزاكت ايكويفالنت سيركت بتاعه الاكتوال ترانسفورمر. طبعا هتبقى عباره عن ايه؟ اتفقنا ان الريزيستنس واحد ديت هتبدا ان هي تمثل لك الكوبر لوسز بتاعه الملفات بتاع البرايمري، اكس واحد هي الرياكتنس نتيجه الليكج فلوكس نتيجه الملفات بتاعه البرايمري برضو، ودوت بيعبر عن الكور لوسز الار سي نتيجه الايرن لوسز، والاكس ام نتيجه ان الكور دوت ليه قيمه للبرميابيلتي او للسماحيه. ان على الناحيه الثانيه وبعد كده هيبقى في عندك ايديال ترانسفورمر طبعا متسلط عليه اي واحد واي 2، وبعد كده هيبدا يبقى عندك اللوسز بتاعه السكندري اللي هي ريزيستنس نتيجه الكوبر لوسز في السكندري وايندنج، والاكس 2 اللي تعبر لك عن الليكج فلوكس اللي حصل في الملفات بتاعه السكندري. طبعا انا مسلطه على الملفات بتاعه البرايمري فولت هسميه في 1، وخارج على اللود فولت هسميه في 2. تمام كده، وماشي تيار نتيجه الفي 1 ده اسمه اي 1، وهيمشي في ملفات في اللود تيار اسمه اي 2، والاي نوت طبعا هو ماشي في الايه في الكور او في الدايره بتاعت ايه الكور. تمام كده، يبقى لو عايزين نحسب كده الفي 1 از فيكتور بقى، ما ينفعش دلوقتي ان احنا نكتب اي فولت او اي تيار مش فيكتور لان ده في ار وفي اكس، يبقى اكيد في زاويه. تمام كده، يبقى ما ينفعش اقول في 1 ماجنيتيود بس، لا لازم ماجنيتيود وزاويه. ما ينفعش اقول اي 1 ماجنيتيود بس، لازم اقول اي 1 ماجنيتيود وزاويه. تمام كده، يبقى الفي 1 از فيكتور يعني ماجنيتيود وزاويه بتساوي الاي 1 اللي هي هنا زائد الاي 1 اللي هي ماشيه في الريزيستنس والرياكتنس ديت زائد الامبيدنس بتاعت ايه؟ بتاعت البرايمري اللي هي عباره عن ار 1 زائد جي اكس 1، اللي هي ممكن اعبر عنها بزد 1 اللي هي الامبيدنس بتاعت البرايمري وايندنج. تمام كده، يبقى معنى كده ان اي 1 هتبقى بتساوي الاي نوت زائد اي 2 داش، معلش انا نسيت هنا اكتب داش، تبقى اي نوت زائد اي 2 داش، لان انا دلوقتي هعمل ريفيرنج للاي 2 للبرايمري هتبقى اي 2 داش. لو عايز تحسب برضه الفولت اللي اسمه في 2، الفي 2 دوت انهي اللي انشئ الاول؟ الفي 2 ولا الاي 2؟ لا الاي 2
هي اللي انشاها الاول الايديال ترانسفورمر، وبعد كده خرج منها شويه لوسز في الريزيستنس وشويه لوسز في الرياكتنس، والباقي راح للفي 2. يبقى الاساس عندك هو الايه؟ الاي 2. يبقى الفي 2 هتبقى بتساوي الاي 2 از فيكتور طبعا ناقص الاي 2 في الامبيدنس بتاعه السكندري وايندنج. تمام كده، زياده تاكيد برضو اعرفها لك برضو كل السيمبلز ار 1 واكس 1 وار 2 واكس 2 واكس ام وار سي، وطبعا التيارات والفولتات احنا ايه؟ احنا عارفينها. تمام كده. طيب علشان ابدا ان انا استخدم السيركت ديت اذا سيركت كهربيه، احنا متفقين ان دوت ايديال ترانسفورمر، هو انا ينفع استخدم الايكوفالنت سيركت ديت واشتغل عليها كهربيا وفي هنا علاقه يعني ماجنتيك، يعني العلاقه بتاعه الايديال ترانسفورمر علاقه ما بين اي 1 واي 2 نتيجه الميوتوال فلكس، صح كده؟ يبقى لازم اشيل الجزء دوت ويعمل ريفيرنج للبراميتر بتاعه السكندري في البرايمري، لا اما اعمل ريفيرنج في من البرايمري للسكندري علشان يبقى عندي سيركت واحده ابدا ان انا اشتغل عليها، او ابدا ان انا ازود الفولت على الفولت، اشوف اوفرلود، اعمل اي حاجه. هو ايه اصلا الهدف من ان انا امثل الترانسفورمر دوت بايكوفالنت سيركت او سيركت كهربيه؟ علشان اي حاجه تحصل في البراكتيكال ترانسفورمر، في الترانسفورمر الحقيقي، اعرف ان انا امثلها على الورق واعرف ايه اللي هيحصل. لو زودت فولت، لو قللت فولت، لو زودت تيار، لو قللت لود، لو غيرت نوع الحمل، اي حاجه اعرفها ايه اللي هيحصل في الفولت، ايه اللي هيحصل في التيار، ايه اللي هيحصل، الباور اللي خارجه هتبقى عباره عن ايه. فدوت الهدف يعني من ان انا اجيب equivalent circuit. تمام كده. فاول حاجة هعمل ريفيرنج للبرايمري، يعني هاخد كل البرامتر اللي موجوده في السكندري هوديها ناحيه البرايمري. هوديها ناحيه البرايمري ازاي؟ بالترنز ريشيو اللي احنا خدناها المره اللي فاتت في الايديال ترانسفورمر. تمام كده. هقول لكم على طريقه سهله تبداوا ان انتوا تعملوا ريفيرنج فيها من البرايمري للسكندري او من السكندري للبرايمري بطريقه سهله جدا. تمام. ايه هي البرامتر اللي انا هبقى محتاجه ان انا انقلها من السكندري للبرايمري؟ اول حاجه ممكن ان انا انقل الار 2، تمام كده، اللي هو الريزيستنس والرياكتنس، واكيد هنقل الفولت، واكيد هنقل التيار، واكيد هنقل اللود اللي هو هعبر عنه بامبيدنس. تمام كده. طب خلينا الاول ننقل الفولت بتاع السكندري. تمام، خلينا نعرف ان اي حاجة هنقلها هتبدأ ان هي احط لها داش عشان اعرف بس ان الحاجة دي مش في مكانها. يعني لما اشوف ار 2 داش ديت اعرف ان هي مكانها في السكندري، بس انا دلوقتي عمل لها ريفيرنج للبرايمري فهو دوت مش مكانها. تمام كده. فلما اخلص الدراسة بتاعتي للترانسفورمر المفروض كل الحاجات دي ان انا انقلها مكانها بقى واشوف القيم الحقيقية بتاعتها. تمام. طيب لو عايزه انقل الفولت بتاع الفي 2 هتبقى في 2 داش، فلازم اعرف ايه علاقه الفي 2 داش دوت بالفولت اللي كان في 2 اللي كان موجود في السكندري. هقول لك ان في 2 داش دوت هيساوي الفي 2 في ان 1 على ان 2. تمام كده. او في 2 على الكي اللي هي الترنز ريشيو اللي انتوا خدتوها مع الدكتور اللي هي عباره عن ان 2 على ان 1. طيب انت عملتيها كاتباها بالترنز ريشيو ليه؟ عشان هقول لك دلوقتي طريقه سهله ان انت تعمل ريفيرنج للفولت والتيار والامبيدنس بطريقه سهله جدا من غير ما تحتاج ان انت تقسم على ترنز ريشيو وتضرب في ترنز ريشيو. هقول لك على طريقه سهله. تمام. الفولت اللي هو اسمه في 2 هيبقى بيساوي الفي 2 في الترنز ريشيو اللي انت للملف اللي انت رايح له. لو انت دلوقتي اللي رايح للبرايمري يبقى الترنز ريشيو بتاعه البرايمري اللي هي ان 1 على الترنز ريشيو بتاع الملف اللي انت كنت عنده. انت كنت فين؟ انت كنت في السكندري، يبقى ان 2. يبقى الفي 2 داش هتبقى بتساوي الفي 2 في ان 2 على ان 1 في اللي انا رايح له على اللي انا جاي منه، بس الترنز ريشيو. تمام كده. التيار العكس، لو انت خدت هنا ان 1 على ان 2 التيار هيبقى العكس، ان 2 على ان 1. وعرفنا المره اللي فاتت ليه التيار بيبقى العكس، نتيجه طبعا ان الفولت زاد اكيد التيار هيقل، التيار زاد اكيد الفولت هيقل، نتيجه ان الباور بتاعه الترانسفورمر دي ثابته. تمام كده. يبقى اي 2 داش هيبقى بيساوي الاي 2 عكس بقى الفولت، يبقى ان 2 على ان 1. طيب لو عايز تنقل اي امبيدنس من السكندري للبرايمري نفس الكلام بتاع الفولت بالظبط، هتقول زد بتاع اللود بتساوي داش، يعني بيساوي الزد بتاع اللود. انت كده رايح للبرايمري يبقى ان 1 وجاي من السكندري على ان 2، بس هتربع الترنز ريشيو اللي انت ايه؟ اللي انت استخدمتها دي. طيب نفس الكلام لو عايز تودي ار 2 للبرايمري يبقى هتبقى ار 2 داش هتبقى بتساوي ار 2 في اللي انا رايح له اللي هو برايمري اللي هو ان 1 على اللي انا جاي منه اللي انا جاي من السكندري، يبقى ان 2 تربيع علشان دي ايه؟ امبيدنس. وعرفنا المره اللي فاتت برضو للامبيدنس بنعملها
تربيع، تمام كده؟ طيب ال اكس 2 نفس الكلام، يبقى اكس 2 داش هتبقى بتساوي اكس 2 في اللي انا رايح له اللي هو ان 1 على اللي انا جاي منه اللي هو ان 2 الكل ايه؟ تربيع. بس التربيع بتبقى اعترنز ريشيو بس، محدش يعمل تربيع على ال اكس 2 او الار 2 او الزد بتاعت اللود. انا دلوقتي بتكلم اعترنز ريشيو، تمام؟ يبقى كده عملت ريفيرنج من السكندري للبرايمري. لو عايز اعمل العكس هعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري. طب مين اللي بيحدد لك انت تعمل ريفيرنج لانهي سايد؟ والله لو هو ما الزمكش ان انت تعمل ريفيرنج لسايد معين، لو ما قالكش اعمل لي ريفيرنج للسكندري او اعمل لي ريفيرنج للبرايمري، شوف انهي اسهل بالنسبه لك واعمله، تمام كده؟ شوف انهي اسهل تنقل اقل بارامتر، وعلشان ما تبقاش يعني بتنقل بارامترز كتير. يعني بص هنا عشان تعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري نقلت الفي 1 والاي 1 والاي نوت والار 1 والاكس 1 والار سي والاكس ام، فهل كان من السهل ان انا اعمل ريفيرنج للسكندري ولا اعمل ريفيرنج للبرايمري؟ يبقى اكيد كان من السهل ان انا اعمل ريفيرنج ايه؟ للبرايمري، من السكندري للبرايمري. بس خلينا نعرف برضو هعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري ازاي، لان انت لازم تبقى عارف الطريقتين، هما الطريقتين ما فيهمش اي حاجه، يعني هي نفس الكونسبت انا قلت لك عليه. طيب لو عايز تنقل الفولت، يبقى في اللي انت رايح له الفولت الاساسي في اللي في الترنز ريشيو بتاع اللي انت رايح له، انت رايح لفين؟ رايح للسكندري، الترنز ريشيو بتاعتها بايه؟ بان 2 على اللي انا جاي منه اللي هو ايه؟ الترنز ريشيو بتاعت البرايمري، عشان انا جاي من البرايمري يبقى ان 1. التيار هيبقى العكس، اعكس الترنز ريشيو ديت، هيبقى الريفيرنج بتاع التيار يبقى اي 1 داش هيبقى بيساوي الاي 1 في ان 1 على ان 2، والامبيدنس نفس الكلام بتاع الفولت بس ربع بس الترنز ريشيو، هتبقى ار 1 داش هتبقى بتساوي الار 1 في ان 2 عشان انا رايحه للسكندري على ان 1 عشان انا جايه من البرايمري تربيع، ونفس الكلام في اكس 1 والار سي والاكس ام، تمام كده؟ عرفت دلوقتي اعمل ريفيرنج ازاي من البرايمري للسكندري والعكس، تمام؟ لو انت دلوقتي بقى عايز تحسب التيار اللي اسمه اي 1 داش، هتبدا ان انت تقول ان هو بيساوي اي نوت داش زائد اي 2، فهيبقى الكالكيوليشن كتيره شويه، فقال لك خلاص انا هخترع حاجه اسمها ابروكسيميت ايكويفالنت سيركت. هي ابروكسيميت يعني فرضيه افترضها، ولقى ان النتائج بتاعتها ما اختلفتش كتير، يعني نتيجه الفرضيه اللي هو افترضها النتائج ما اختلفتش كتير عن الاكزاكت ايكويفالنت سيركت، هتطلع تقريبا نفس النتيجه بس تسهيلا للحل وتسهيلا للكالكيوليشن. قال لك خلاص بما ان اللي جاي في النص دوت اللي هي الكور لوسز يعني او الار سي والاكس ام هي اللي عامله لي مشكله في النص، خلاص انا هجيبها قدام، هجيبها قدام كده. لو انا مثلا خلينا في الريفيرنج بالبرايمري هجيبها قدام، هتبقى قدام نتيجه الفيو 1، يعني يبقى فيو 1 وبعد كده اللوسز بتاعه الكور، وهنقل الار 1 والاكس 1 الناحيه الثانيه، تمام كده؟ يبقى هتنقل الار 1 والاكس 1 الناحيه الثانيه، هيبقى يبقى كده ار 1 واكس 1 وار 2 واكس 2، طبعا ار 2 داش واكس 2 داش هيبقوا في نفس الناحيه يعني، فتقدر ان انت تجمع الاثنين ريزيستنس وتجمع الاثنين رياكتنس، فهيبقى عندك ار ايكويفالنت 1 اللي هي ريفيرنج للبرايمري. خلي بالك ان انا عامله دلوقتي ريفيرنج للبرايمري، تمام كده؟ يبقى الار ايكويفالنت 1 هتبقى بتساوي ار 1 زائد ار 2 داش واكس ايكويفالنت 1 برضو، او عايز تسميها اكس ايكويفالنت برايمري بي يعني براحتك، هتبقى بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 داش. يبقى الزد ايكويفالنت بتاعه الترانسفورمر ديت، طبعا ملناش دعوه باللود دلوقتي، يبقى الزد ايكويفالنت عباره عن الار ايكويفالنت 1 زائد جي اكس ايكويفالنت 1. طيب لو انا عامله ريفيرنج للسكندري هسمي بقى، يبقى دي الايكويفالنت دي هتبقى عباره عن ار 1 داش زائد جي اكس 1 داش، ده الملفات بتاعه البرايمري، والبتاعه السكندري ار 2 وجي اكس 2 لان انا موجوده في السكندري، ده انا هعمل ريفيرنج من البرايمري للسكندري، تمام كده؟ يبقى الار ايكويفالنت 2 هتبقى بتساوي ار 1 داش زائد ار 2، عايز تسميها ار ايكويفالنت سكندري نتيجه ان انا عامله ريفيرنج للسكندري براحتك، والاكس ايكويفالنت 2 هتبقى بتساوي اكس 1 داش زائد اكس 2، والاكس ايكويفالنت بتاعه الترانسفورمر بتاعه ملفات بتاعه الترانسفورمر هتبقى ار ايكويفالنت 2 زائد جي اكس ايكويفالنت 2، تمام كده؟
بعد كده الدكتور ادالكم حاجه اسمها سمبليفايد ايكويفالنت سيركت، هي نفس الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت، بس الفرق ما بينهم بس ان هو بدل ما كان فيه هنا كور لوسز او حاطط الريزيستنس والرياكتنس بتاعه الكور، هو هنا اهملها، اهمل الكور لوسز اصلا. تمام كده. ونفس الكلام ريفيرنج للبرايمري، يبقى كل الملفات ار 1 واكس 1 وار 2 داش واكس 2 داش هيبقوا كلهم ان سيريز مع بعض، يبقى اقدر امثلهم بار ايكويفالنت واحد واكس ايكويفالنت واحد، وساعتها هيبقى التيار اللي اسمه اي واحد هيبقى بيساوي التيار اللي اسمه اي 2 داش. تمام كده. لان التيار الاي واحد اللي خارج من الصبلايه هو اللي رايح للود اي 2 داش، يبقى مفيش اي مشكله. وتقدر ان انت لو معاك تيار اللود تقدر ان انت تقول ان هو نفس التيار اللي خارج من الصبلايه. تمام كده. طبعا الماجنتيود بتاعه لو انت عايز تعمل ريفيرنج للسكندري برضو تبقى ار ايكويفالنت 2 واكس ايكويفالنت 2، وعرفنا الار ايكويفالنت 2 واكس ايكويفالنت 2 نفس الكلام بتاعت اللي فوق، الفرق بس ما بين الابروكسيميت والسمبليفايد ان هنا الابروكسيميت الاي 1 ما بتساويش الاي 2 داش، لا الاي 1 ستيل بتساوي الاي نوت زائد اي 2 داش. تمام كده. لكن هنا الاي 1 هيبقى بيساوي الاي 2 داش. تمام كده. خدنا الابروكسيميت والسمبليفايد ايكويفالنت سيركت. عايزين نشوف بقى ايه هي انواع اللودز اللي انا ممكن اوصلها على الترانسفورمر. اول نوع من انواع اللودز اللي انا ممكن اوصلها على الترانسفورمر، طبعا اللودز اللي انت بتوصلها على الترانسفورمر انت اختار نوعها براحتك، يعني انت مش محكم ان انت لازم تحطها ترانسفورمر دوت لكل نوع ترانسفورمر، ريزيستيف لود، اندكتيف لود، كاباسيتيف لود، لا اي لود تقدر ان انت تحطه على الترانسفورمر. يبقى اول نوع من انواع اللودز هي ريزيستيف لود. احنا عارفين طبعا ان ريزيستيف لود اللي هو بيبقى عباره عن بيور ريزيستنس، وطبعا البيور ريزيستنس احنا عارفين ان الفولت والتيار اللي ماشي في الريزيستنس ديت هيبقى ان فيز مع بعض، بالتالي الباور فاكتور بتاع اللود دوت هيبقى يونيتي يعني بواحد. تمام كده. لان اكيد مفيش زاويه، ما احنا عارفين طبعا ان كونسبت الباور فاكتور اللي هو كوزاين الزاويه ما بين الفولت والتيار، وما بين ما دام الفولت والتيار هما الاثنين ان فيز مع بعض يبقى اكيد مفيش زاويه ما بينهم، وكوزاين زيرو بواحد. تمام كده. تاني نوع من انواع اللود الاندكتيف لود. الاندكتيف لود دوت ممكن يبقى عباره عن اندكتنس بس، ممكن يبقى عباره عن اندكتنس ومعاها ريزيستنس. تمام كده. يبقى الباور فاكتور بتاع اللود دوت هيبقى لاج باور فاكتور، معناها كده ان التيار هيبقى لاج الفولت بزاويه اسمها فاي، والزاويه دي هتبقى لو انا زاويه التيار يعني هتبقى بالنيجاتيف زي ما اتفقنا في النولود. تمام كده. بعد كده ثالث نوع من انواع اللودز هي الكاباستنس، الكاباستيف لود اللي هيبقى تبقى عباره عن ريزيستنس وكاباستنس، انا طبعا نسيت ارسمها مش مشكله. فنوع باور فاكتور هيبقى ليد باور فاكتور، يعني التيار هيبقى ليد الفولت بزاويه اسمها فاي، والزاويه بتاعه التيار طبعا هتبقى بالبوزيتيف. انا هستفاد ايه من الانواع اللودز ديت؟ هبدا ان انا دلوقتي ارسم ايه، هرسم الفيزور دايجرام بتاع كل نوع من انواع اللود للترانسفورمر. تمام كده. خلينا احنا دلوقتي هنرسم الفيزور دايجرام بتاع الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت ريفيرنج للبرايمري، انهي واحد فيهم اللي هي ثانيه واحده اللي هي دي الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت ريفيرنج للبرايمري. تمام كده. اول حاجه هناخد الفي 2 داش اللي هي بتبقى على اطراف اللود، هو الريفرنس على طول، بياخد الفي 2 داش هو الريفرنس الى يعني الا اذا اضطريت ان انت تاخد في 1 داش، بس انا على طول في المسائل هاخد الفي 2 داش هو الريفرنس. تمام كده. هاخده هو على زاويه 0، واحنا اتفقنا ان في اللاج باور فاكتور التيار بيبقى عامل زاويه مع الفولت اسمها فاي. تمام كده. يبقى لتحت كده عشان هي لاج باور فاكتور يبقى اي 2 داش، وبقول لك داش لان انا عامله ريفيرنج للبرايمري. تمام كده. يبقى اي حاجه في السكندري روحت للبرايمري يبقى لازم احط عليها داش، ما عدا الزوايا طبعا، الزوايا ما بيتعمل لهاش ريفيرنج، الزوايا يا شباب ما بيتعمل لهاش ريفيرنج، القيم بس او الماجنتيود بس هي اللي بيتعمل لها ريفيرنج. تمام كده. بالترنز ريشيو. بعد كده هيبقى عندي يعني انا دلوقتي مثلت الفي 2، بعد كده هيبقى عندي الفولتج دروب على الريزيستنس، الريزيستنس ار ايكويفالنت واحد اللي موجوده بتاعه الترانسفورمر. تمام كده. واحنا متفقين ان الفولت في يعني الفولت اللي متسلط على الريزيستنس بيبقى ان فيز مع التيار اللي ماشي في الريزيستنس، فانا لو خدت موازي كده ومثلت ان دوت يبقى الفولت علشان بس هو يبقى ان فيز مع التيار، يبقى هو نفس يعني نفس الخط، بس انا حطيته هنا
2 علشان اقدر اجمع ال V2 داش مع الفولتج دروب اللي حصل على الريزيستنس، يبقى الخط دوت هيمثل لي I2 داش في الار ايكوفالنت 1. تمام كده، يبقى كده انا مثلت الفولتج دروب على اطراف الريزيستنس. بعد كده عايز امثل الفولتج دروب على اطراف الرياكتنس. طب احنا عارفين ان التيار بتاع الرياكتنس يعني بيبقى لاج الفولت بزاويه 90، علشان كده انا رسمته هنا عامل زاويه 90. تمام كده، عامل زاويه 90، يعني الزاويه دي كده 90، وده الفولتج دروب على اطراف الرياكتنس. يبقى I2 داش في اكس ايكوفالنت دوت الفولتج دروب على اطراف الريزيستنس، V2 داش بقى زائد الفولتج دروب على اطراف الريزيستنس زائد الفولتج دروب على اطراف الرياكتنس هي بتساوي ايه. اقفل بقى كل دوت بالضلع اللي اسمه ايه، V1. خلينا نرجع كده للابروكسيميت ايكوفالنت سيركت اهو، V1 لو انا طبقت كيرشوف فولتج لو كده، V1 هتبقى بتساوي ايه، بتساوي التيار اللي هو اسمه I2 داش في الار ايكوفالنت 1 زائد التيار اللي اسمه I2 داش في جي اكس ايكوفالنت 1 زائد V2 داش اللي على اطراف اللود. هو ده اللي انا عملته بالظبط في الفيزور دياجرام. يبقى جبت V1 بدلاله المجموع بتاع الفولتج على اطراف كل ريزيستنس ورياكتنس وعلى اللود كمان. تمام كده، يبقى الفاي دي هسميها اللود انجل. تمام كده، او ممكن اسميها الباور فاكتور انجل. يبقى I2 داش هياخد بتساوي الماجنتيود والزاويه، احنا اتفقنا ان الزاويه بتاعه اللاج بتبقى بالنيجاتيف في التيار. تمام كده، والزد بتاع اللود داش هيبقى ار زائد جي اكس، يبقى هيبقى زد ماجنتيود والزاويه بتاعته هتبقى فاي بس. تمام كده، تاني حاجه عايزين ناخدها من انواع الفيزور دياجرام يعني لو كان اللود اللي عندي هو ليد باور فاكتور، V2 نفس الكلام هاخده هو الريفرنس، V2 داش هاخده هو الريفرنس، I2 داش عامل زاويه فاي برده مع V2 داش، بس رسمته لفوق عشان ده ليد باور فاكتور، عامل زاويه برده اسمها فاي. تمام كده، برده همثل الفولتج دروب على اطراف الريزيستنس اللي هو I2 داش في ار ايكوفالنت 1، وهتبقى برده ان فيز مع التيار كده، نفس واخد نفس الزاويه بتاعته. تمام كده، زائد وبعد كده همثل برضو الفولتج دروب على اطراف الرياكتنس I2 داش في اكس ايكوفالنت 1. تمام كده، هيبقى عامل زاوية 90 مع التيار. تمام كده، يبقى عايز اقفل كل دوت الضلع اللي هيقفلهم علشان اجمعهم كلهم مع بعض هو الفي 1 الفولت من بتاع السبلاي. تمام كده، يبقى I2 داش هيبقى بيساوي I2 داش ماجنتيود والزاوية بتاعته فاي، وكتبتها بالموجب علشان دي ليد باور فاكتور. تمام كده، اخر حاجه اليونيتي باور فاكتور، ودي طبعا اسهل حاجه فيهم، I2 داش هيبقى ان فيز مع V2 داش، ما فيش اي زاويه. تمام كده، V2 داش I2 داش في الار ايكوفالنت هتبقى برده ان فيز مع I2 داش. وبعد كده الجي اكس ايكوفالنت في I2 داش هي اللي عامله زاويه 90، واقفلهم برده بالفي 1 او الفي برايمري، واحنا عارفين ان الباور فاكتور لما تبقى بواحد يبقى معنى كده ان ما فيش زاويه ما بين الفولت والتيار، يبقى معنى كده ان زاويه التيار هتبقى بزيرو. تمام كده، وزاويه الامبيدنس برده هتبقى بزيرو. يبقى كده رسمنا الفيزور دياجرام. الفيزور دياجرام مهم ان انت ترسمه علشان بيطلب منك في المسائل. تمام كده، المرة اللي فاتت في شيت 1 اخدنا المسألة رقم 1 و2 و3 و4 و5 اعتقد، كان ناقص لنا تقريبا مسائل من، كان ناقص لنا كذا مسألة يعني من رقم 6. ثانية واحدة كده اشوف بس مسألة رقم 6. مسألة رقم 6 مديك ال V1 قايلك ان هيبقى 2200 فولت، ال V2 ب 200 فولت برضو، ال I نو لود التيار بتاع النو لود ب 6/10، والترانسفورمر دوت شغال عند النو لود يعني مش متوصل على اللود، والباور فاكتور عند النو لود ب 3/10. هو طبعا مش محتاج يقول لك لاج ولا ليد، لان احنا عارفين ان الباور فاكتور نو لود بتبقى على طول لاج. تمام كده، وقال لك ان الباور عند النو لود بتساوي 400 واط. قال لك احسب لي البي كور والماجنتايزيشن كارنت اللي اسمه اي ام. تمام، احنا طبعا قال لي اول مطلوب سهل جدا، هو قال لك انا عايز احسب البي كور. البي كور ديت اللي هي ايه، اللي هي على ريزيستنس دي، اللي هي هي نفسها الباور نو لود اللي هو مديها لك اللي هي اسمها 400 فولت. يبقى البي كور جبنا كده اول مطلوب ب 400 فولت. طب خلينا نشوف كده البي كور ديت خدناها كانت بتساوي ايه، عشان احنا اتفقنا ان البي كور دي بتساوي الفولت بتاع البرايمري في الاي نود اللي هو الاي نو لود في الباور فاكتور او كوزاين فاي او كوزاين سيتا نوت يعني اللي احنا خدناها سوري. يبقى كده ال 400 الباور كلها عندك، الاي نو لود هو مديها لك ب 6 ب 6/10 تقريبا،
اه لا معلش، هو ما كانش مديني باور فاكتور، العكس ما كانش مديني باور فاكتور دي. تمام كده، الفي برايمري ب 2200، هتقدر ان انت تجيب باور فاكتور، معلش دي غلطه مطبوعيه يعني. فهتجيب، هتلاقي باور فاكتور هتبقى بتساوي 3 من 10. تمام كده، بعد ما جبت الباور فاكتور اللي اسمه 3 اللي هو 3 من 10، تقدر تجيب كده الاي ماجنتايزيشن، ان هو تقول الاي نو لود في ساين الزاويه بتاعه النو لود، اللي هي الاي نو لود انا عارفاها ب 6 من 10، والزاويه انا عارفاها برضو، مش جبت الباور فاكتور، واحنا عارفين ان الباور فاكتور هو كوزين الزاويه بتاعه النولود، يبقى هجيب كوزين انفرس 3 من 10 اللي هي الباور فاكتور، هقدر ان انا اجيب الزاويه اخد لها الساين واضربها في 6 من 10، يبقى كده جبت الاي ماجنتايزيشن. دي كده مساله رقم 6. مساله رقم 7 و8 و9 هما نفسهم مساله رقم ايه 6، وحتى يمكن بالارقام. تمام كده، بعد كده ناخد مساله رقم 10. مسألة رقم 10 كان مديك ايه؟ اول حاجة قايل لك، خلينا كده نفتح الاول الشيت، يعني نقرأ المسألة من الشيت. مسألة رقم 10 بيقول لي هوت single phase transformer has 1000 turns on the primary، بقى ان واحد بألف، تمام كده، وان اتنين بمتين، النو لود كارنت بتلاتة امبير، يبقى الاي نو لود، يبقى كده المعطيات بتاعتك، مدي لك ان واحد ومدي لك ان اتنين ومدي لك النو لود كارنت ومدي لك الباور فاكتور عند النو لود، قال لك ان هي ب2 من 10 لاج. تمام كده، بيقول لك احسب لي اول حاجة البرايمري كارنت، وبعد كده احسب لي الباور فاكتور لو انا موصلة لود بيسحب 280 امبير عند باور فاكتور 8 من 10 لاج. تمام كده، خلينا كده نرجع بقى لحل المسألة. انا كده طلب يعني كتبت المعطيات اللي هو مديها لي، وكتبت المطالب اللي هو عاوزها. تمام، احنا اتفقنا في الابروكسيميت او في الاكزاكت ايكويفالنت سيركت، طبعا هو ما ادكش هنا اي ريزيستنس او اي رياكتنس، فاحنا طبعا لازم نستخدم التيارات والفولتات علشان نجيب البرايمري كورنت. يعني احنا عارفين طبعا ان البرايمري كورنت، بنرجع كده للسيركت اهيت، سواء الابروكسيميت او الاكزاكت، او الاي واحد، مش احنا اتفقنا ان الاي واحد هيبقى بيساوي الاي نود اللي هو النولود كورنت زائد الاي 2 داش. عايزه اقول لكم معلومه بس، ان النولود كورنت دوت ما بيختلفش على حسب اللود، يعني النولود كورنت دوت ثابت. انت حملت الترانسفورمر دوت بلا يعني باي لود، لاج، ليد، يونيتي باور فاكتور، اي حاجه سحبتها اي 2 اي نولود دوت هيفضل يتسحب من السبلاي هو نفس القيمه بتاعته، لان القيمه بتاعته مش هتتغير نتيجه تغير التحميل على ترانسفورمر. فانا لو عايز اجيب اي واحد هيقول ان هي بتساوي الاي نود اللي هو النولود كورنت زائد اي 2 داش اللي هو بيسحبه اللود. تمام كده، فهو مديني النولود كورنت اهو الاي نو لود، بس طبعا لازم اجمعهم هما الاثنين از فيكتور. تمام كده، بس هو مديني الاي نو لود ب3، يبقى الماجنيتيود بتاعه 3. لو عايز اجيب الزاويه بتاعته اقول كوزين انفرس الباور فاكتور اللي هو 2 من 10، ومتفقين ان هو لاج، علشان كده انا ابدا احط السالب دي. تمام كده، واي 2 داش برده نفس الكلام، 280 امبير الماجنيتيود، اي 2 سوري هتبقى 280 الماجنيتيود في والزاويه بتاعتها كوزين انفرس برده 8 من 10، وهتبقى بالسالب لان دي لاج باور فاكتور. تمام، بس دي اي 2 بس، لكن انا عايزه اي 2 داش، فعايزه اجيب الاي 2 داش هقول 280 في ان 2 على ان 1، الريفيرنج اللي احنا كنا لسه شارحينه من شويه، هو مديك الان 2 ومديك الان 1، الاي 2 داش هتلاقي ان هي بتساوي 56 امبير. لو عايز تجيب الاي 1 بقى اجمع الاي نوت والاي 2 داش از فيكتورز، يعني ماجنيتيود وزاويه، علشان تجيب ايه القيمه والزاويه بتاعه اي 1 او البرايمري كورنت اللي هو طالبه. طيب حد هيقول لي بقى في المطلوب الثاني، هو عاوز باور فاكتور، عايز الباور فاكتور بتاعه ايه؟ ده هو مديني الباور فاكتور عند النولود ومديني الباور فاكتور عند اللود، فنفهم من كده ان هو عاوز الباور فاكتور اللي ناقصه اللي هي اخر باور فاكتور اللي هي الانبوت باور فاكتور. طب هي الانبوت باور فاكتور دي ما بين ايه وايه؟ ما بين الفولت اللي اسمه في 1 وما بين التيار اللي اسمه اي 1. تمام كده، يبقى عندي كده يعتبر 3 باور فاكتور، الباور فاكتور عند النولود اللي هو الباور فاكتور اللي مديهولي دوت ب2 من 10، والباور فاكتور بتاع اللود اللي هو مديهولي باور فاكتور 8 من 10، وعايز الانبوت باور فاكتور اللي هو ما بين الفي 1 والاي 1. لو اعتبرت ان الفي 1 هو اللي على زاويه 0، يعني اعتبرت ان الفي 1 دوت هو الريفرنس، يبقى الزاويه ما بين الفولت والتيار هي الزاويه بتاعه التيار اللي انا لسه جايبها 38.81 من 100 درجه، اخد الكوزين بتاعها، يبقى كده جبت الباور فاكتور انبوت ما بين الفي 1 والاي 1. تمام كده، بعد كده مسألة رقم
12 هي نفس المسألة اللي فاتت، المسألة رقم 10 ديت، ومسألة رقم 11 هي نفسها رقم 3، احنا بس بنعيد الأفكار المختلفة. تمام، مش عايزين نحل يعني الباقي بقى، انت المفروض تحله بإيدك علشان تحس بالأرقام، أو يعني تطلع أرقام يعني وتعرف تحل المسائل. تمام، فهتلاقي نفس يعني مسائل كتير نفس الفكرة بس باختلاف الأرقام. ندخل بقى في شيت 2. شيت 2 ناخد منه أول مسألة كده. أول مسألة كانت بتقول لي إيه؟ بتقول لي 230 ل 460 فولت، دي كده التيرنز ريشيو في 1 على في 2. تمام، ترانسفورمر هاز برايمري ريزيستنس، مديك الار 1 ب2 من 10، والرياكتنس الاكس 1 بنص، وبعد كده الفاليو بتاعه السكندري بقى الار 2. خلي بالك وهو بيقول لك الفاليو بتاعه السكندري علشان ممكن يقول لك الريزيستنس بتاع والرياكتنس بتاعه السكندري ريفيرنج للبرايمري، يعني هو يكون عامل لهم ريفيرنج اصلا، فانت مش هتحتاج ان انت تعمل ريفيرنج، لكن هنا بيقول لك ان هو كورسبوندنج فاليو للسكندري، يبقى هم كده في السكندري مكانهم ار ريزيستنس ب 75%، والرياكتنس ب 1.8 اوم، وعاوز السكندري تيرمينال فولتج، عايز الفي 2. لو انا موصله لود، لا وين السبلاينج 10 امبير ات 8 من 10 باور فاكتور، يعني انا موصله لود بيسحب لي 10 امبير تيار، والباور فاكتور بتاعت اللود ب 8 من 10. خلينا نرجع كده برضو للمساله، يبقى كده انا خدت المعطيات اللي هو مديهالي، والمطلوب ان هو عايز يحسب الفي 2. هستخدم دلوقتي الابروكسيميت ايكويفالنت سيركت، او ممكن استخدم السمبليفايد ايكويفالنت سيركت، لان هو ما جابلكش دلوقتي سيره الاي نوت، يبقى كده معنى كده ان هو اهمل يعني الاي نوت دوت هو اهمله، ويعتبر ان الاي 1 هو اي 2 داش اللي ماشي في السكندري. تمام كده، نجيب بس الار ايكويفالنت 1 والاكس ايكويفالنت 1، انا هعمل ريفيرنج للبرايمري دلوقتي. الار ايكويفالنت 1 هتبقى بتساوي ار 1 زائد ار 2 داش، فلازم احسب ار 2 داش اللي هي بتساوي 75%. احنا اتفقنا في اللي انا رايح له، انا رايح للبرايمري على اللي انا جاي منه، انا رايح جاي من السكندري تربيع، يبقى ان 1 على ان 2 تربيع، وان 1 وان 2 يعني الترنز ريشيو دي عندك هو مديها لك هي 230 على 460 فولت. تمام كده، وانت فقنا ان الفي 1 على في 2 هي بتساوي ان 1 على ان 2 في الايديال ترانسفورمر وفي البراكتيكال ترانسفورمر برضو، تسهيلا بس يعني للحل. تمام، ونجيب برضو الاكس ايكويفالنت 1 هتبقى بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 داش، نجيب الاكس 2 داش نفس الطريقه بتاعه اللي احنا جبنا بيها الريزيستنس، ونحسب الار ايكويفالنت 1 والاكس ايكويفالنت 1. تمام كده، انا دلوقتي محتاجه ايه؟ هو مديني الاي 2 بس، هل انا موجوده دلوقتي في السكندري ولا موجوده في البرايمري؟ يبقى لازم اعمل ريفيرنج للاي 2 ديت من السكندري للبرايمري. ما حدش يقول لي هعمل ريفيرنج للباور فاكتور، الباور فاكتور ما بيتعملهاش ريفيرنج، الزوايا ما بيتعملهاش ريفيرنج، الماجنتيود بتاع القيم بس هي اللي بتعمل لها ريفيرنج يا شباب. تمام كده، يبقى اجيب اي 2 داش هتبقى بتساوي 10 اللي هو القيمه اللي بتاعت الاي 2 في 460 اللي هو ان 2 على ان 1 اللي هي 230، هيدي لك ب 20 امبير. تمام كده، والزاويه بتاعتها هتبقى الزاويه بتاعت اي 2 داش اللي هو كوزاين انفرس 8 من 10، بس هتبقى بالسالب، سالب كوزاين انفرس 8 من 10 هتطلع لك بكام؟ سالب 36.86. لو عايز تجيب بقى الفي 2 داش ديت، انا دلوقتي ما تنساش ان انا عامله ريفيرنج للبرايمري، يبقى انا بجيب دلوقتي الفي 2 داش. هل الفي 2 داش دوت هو اللي مطلوب؟ لا، ده عايز الفولت بتاع السكندري، يعني بعد ما اجيب الفي 2 داش دوت لازم اروح ارجعه تاني مكانه واجيب الفولت في مكانه اللي هو عند السكندري. طب هجيب الفي 2 داش هتبقى بتساوي الفي 1 ناقص الار ناقص الجمع بتاع الار ايكويفالنت 1 زائد جي اكس ايكويفالنت 1 في التيار اللي هو اللي احنا لسه جايبينه اي 2 داش على زاويه سالب فاي. تمام كده، هبدا ان انا اجيب الفولت واجيب عوض بقى بالقيم، معاك الار ايكويفالنت ومعاك الفي 1 ومعاك الجي اكس ايكويفالنت 1 ومعاك الاي 2، هتبدا ان انت تحسب الفولت اللي هو اسمه في 2، هيطلع ب 212.66 على زاويه سالب 2.84 درجه، يبقى القيمه بتاعتها دي هتبقى بالفولت. تمام، هل الفي 2 داش دوت هو اللي مطلوب؟ لا، لازم اعمل ريفيرنج للسكندري تاني عشان اجيب الفي 2، يبقى الفي 2 هحولها للسكندري، يبقى انا اللي انا رايح له الترنز ريشيو بتاعتها بكام؟ 460 على اللي انا جاي منه اللي هو 230، هيطلع لك ب 425.32 فولت. لو عايز تتاكد من القيمه ديت، بص كده على الترنز ريشيو، المفروض ان هو الفولت اللي يوصل لللود هو 460 فولت، بس نتيجه الدروب اللي حصل على الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر
بدا ان هو يقل يقل، بس هل قل بشكل كبير يعني هل دي في الميتينات مثلا ولا في التلتميات؟ لا، قل اهوت يعني من 460 قل 425، يبقى تعرف ان الحل بتاعك مظبوط وتمام كده. ان شاء الله المره اللي جايه هنكمل شيت 2 وهناخد الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. القاكم على خير ان شاء الله مرة